بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حاب أرحب بجميع الطلاب في بداية العام الدراسي الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021. طبعا أنا دكتور خلدون سلمان أبو الحن، أستاذ مساعد في الاستشارة عن بعد ونظم المعلومات، ومدرس في قسم الجيولوجيا في كلية العلوم، وحاليا مدير معهد المياه والبيئة بجامعة الأزهر. هندرسكم الكورس المتعلق بالجيومورفولوجي، وهذا الكورس هو أحد الكورسات المهمة جدا في القسم. طبعا الكورس في البداية بتكلم عن الجيومورفولوجي، وهو علم دراسة تراكيب سطح الأرض والتضاريس والعوامل التي تساهم في تشكيل هذه التضاريس. طبعا الكتاب اللي هنستخدمه في هذا المقرر هو عبارة عن كتاب اللي اسمه Fundamental of Geomorphology لريشارد هاجيت، حيكون موجود إن شاء الله معكم على الرابط. طبعا فيه كتب أخرى ممكن الاستفادة منها، اللي هو عبارة عن كتاب Environmental Geomorphology والإنسايكلوبيديا of Geomorphology. هذا صورة الكتاب اللي حيقرر معانا الفصل هذا لهذا المساق. طبعا موجود نسخة إلكترونية منه، هتكون موجودة على الرابط